صحيح من كده برضو، وهاخدك في الكلام. وهو بيقول فيه دلوقتي على مستوى افريقيا انديه كتيره بتتطور على راسها النادي الاهلي، كمان على مستوى اللاعبين. احنا شايفين كمان على مستوى اللاعبين الافارقه اللي بتتواجد في الدوريات الاوروبيه بشكل كبير جدا، وخاصه البريمير ليج. ده ياخدنا اكيد لمحمد صلاح. محمد صلاح، رايك ايه في محمد صلاح في الفتره اللي فاتت مع ليفربول؟ وكان بعض الاخبار بتقول احتماليه أو اهتمام ريال مدريد بوجود محمد صلاح في الفترة اللي جاية. محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين والتي تريد جميع أندية العالم، لاعب رائع أثبت لسنوات عديدة وساهم مع ليفربول في الفوز بالعديد من البطولات الشامبيونز ليج والدوري، لاعب مختلف ولاعب كبير جدا. وان كنت رئيس للنادي قد اقوم بالتعاقد مع محمد صلاح، لان محمد صلاح اذا كانت لدي اموال ساقوم بالتعاقد معه فورا. لكن محمد صلاح يجب أن يعلم من خلال قناة الأهلي أنه يستحق أكثر ما هو عليه الآن، وبكل تأكيد أن رئيس نادي ليفربول قد يتم الأمور وقد يعمل عمل كبير من أجل الإبقاء على صلاح. ولكن كما تعلم أنت الأهلي أيضا لديه لاعبين كبار، ويجب أن يذهب العديد منهم من أوروبا، وقد شاهدتهم في كأس العالم في قطر والإمارات أيضا. فمن كده لو كنت أنت ما زلت على رأس القيادة، على رأس قيادة رئيس نادي ريال مدريد، كنت هتصر بوجود محمد صلاح في نادي ريال مدريد مهما كلف خزينة النادي فلوس؟ محمد صلاح لاعب صعب أن تحضر فلوسه الآن. أموال محمد صلاح أصبحت كثيرة، وهذا سؤال هام جدا. ريال مدريد لدي العديد من اللاعبين العظماء، لكن كانت هناك مفاوضات وليفربول طلب كثير أموال كثيرة من أجل التعاقد مع محمد صلاح. الأمر مع رئيس نادي ليفربول، وهو مسؤول عن الإبقاء على محمد صلاح أم لا، لأن رئيس نادي ريال مدريد يراقب محمد صلاح ويراقب العديد من اللاعبين أمثاله.